مرة تانية يا كابتن أسامة بنرجع، ولكن المرة دي مش للتعليق على المباراة، دي للتعليق على الفرحة بالبطولة. وادي الجهاز الفني للنادي الأهلي، كابتن سامر وكابتن أحمد عبد أو كابتن أحمد رؤوف ومدرب الحراس بقى كابتن محمد فتوح وكابتن محمد نحلة أحمال والدكتور أحمد جاب الله وإبراهيم خاطر مدلك والجميع. وادي ممر شرفي جميل جدا وروح رياضية جميلة، وادي بقى الفاير ووركس أو الألعاب النارية، المراسم جميلة، احتفال الفرقة زد بأبو إيه الورد بتستقبل أبطال البطولة والنادي الأهلي هو بطل المسابقة السنة دي. مشهد جميل، مشهد حلو، خلاص اللقاء خلص بحلو ومره، تعادلوا مين فاز مين خسر مش مشكلة، ولكن دلوقتي لحظة التتويج. نتمنى بإذن الله يوم الاثنين نشوف لاعب نفس اللحظة ونفس اللقطة مع الفريق الأول بإذن الله في المغرب، ويبقى إنجاز بصراحة يحسب لنادي الأهلي ومجلس إدارته وكابتن محمود الخطيب وفرقة الكورة وجميع العاملين بالنادي الأهلي. بإذن الله التتويج يوم الاثنين إن شاء الله. آدي كابتن خالد بيب وكابتن علاء نبيل، والسلام على جميع لاعبي الفريق بقى مرورا بيه، عمر كامل، مازن، ياسين، وعبدين، وعمر زكريا، ويوسف اسلام، هشام مصطفى، ابراهيم عادل، كله بيسلم، واساس احتياطي الجميع على قلب رجل واحد، على قلب روح الفانيلا الحمراء، محمد حازم وعبد الرحمن عماد وفتحي مصطفى ويوسف وسعد وعبد الله طاهر ورضا، والجميع فرحان طبعا، مشاهد جميله، تتويج جميل، وادي الاحتفال وروح رياضيه جميله، سواء من نادي زد النهارده اللي بيشارك في التتويج، وادي تورته البطوله، كابتن سامر وكابتن احمد رؤوف وكابتن علاء نبيل وكابتن خالد بيبو والجميع بيحتفل. ادي اهو الفرحه. المفروض ان البطوله دي على الاقل يبقى فيها حتى تروفي او درع او كاس او حاجه تتعمل للعيبه، حتى ادي اللعيب ميداليه، اخلي الولد يفتكر الذكريات الحلوه، انما هي قصه انا خدت البطوله. ايه اللي باخده؟ حلو، الفرحة حلوة وكله موجود، وادي الجميع بيحتفل، الجهاز المعاون كابتن عبد الرحيم وعاطف ابراهيم والكل بيحتفل مع الولاد دي، لازم الولاد دي يبقى عندها تذكار، حاجة افتكر ان انا خدت البطولة دي، وادي التورتة. لقطات جميلة، ذكريات حلوة، طبعا اللعيبة تفتكرها، اللعيب بيتربى من الصغر في النادي الأهلي على البطولة، يطلع الولد ما يقبلش غير المركز الأول، يقول لك البطولة بالنسبة لي ما بتقبلش الاسم غير على واحد وعلى المركز الأول، لأن الأهلي بالنسبة له المركز الثاني زيه زي الأخير، ما بتفرقش. لسه المراسم الحلوة أو اللقطات الحلوة شغالة واللعيبة، الله ده هنا بقى مين ده؟ ده عمار وليد، ده خد عمار وليد خد التورتة مروح ولا إيه؟ يعني هم كلهم مع بعض يا عمار، بس لقطات بتبقى حلوة، لقطات بقول لحضراتكم ذكريات جميلة. بنشكر طبعا الجميع على الموسم الطويل الكبير، انتهى بالتكليل بالبطولة، وكابتن أسامة حسني باستاد الأشبال و الكنترول والاستوديو، وده كروري مخرجنا الجميل، فريق اعدادنا النشيط بالكل عشان ما ننساش حد. سعدت جدا على مدار الموسم الطويل ده مع حضراتكم، وننساش برضو يسرى من البروديوسر، يعني الجميع طبعا، وعلى راس ما هنا قناه الاهلي المنظومه الكابتن اسلام الشاطر والاستاذ ايهاب الخطيب، الجميع كله بصراحه تضافر نطلع بالصوره دي عشان ما ننساش حد، الاسامي كتير والجميع يجب الشكر والاعداد والانتاج والكل، ولكن من كل قلبي الف مليون مبروك للنادي الاهلي على هذه البطوله الغاليه، وسعدت ان اكون مع حضراتكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، تقبلوا بقبول تحياتي محمد رمضان، ولقاءات اخرى قادمه عبر شاشه قناه الاهلي، بعد ذلك الملتقى والميكروفون يطير الى استاد الاشبال والكابتن اسامه حسني، فعليك الميكروفون.